نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا دايما بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة الـ20 المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي. وتحدث سيادته عن كيفية التعامل مع الأزمات الدولية وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل أفضل للإنسانية. يمكن يا جمانة زي ما قلنا في المقدمة، الرئيس طرح يعني عدد من أو طرح روشتة لمعالجة الأزمة الحالية تحديدا، وتم إدراج هذه المقترحات الخاصة بالسيد الرئيس في 83 بند في البيان الختامي اللي تم إعلانه بالأمس. أيضا بالأمس الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعني تفقد إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وده في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. خلونا نعرف تفاصيل من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة الـ20 اللي انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي. وامبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيودلهي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد الرئيسين على أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي. وأعرب الرئيسين أيضاً عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ، وده في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. امبارح شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة الـ20 المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، وقال سيادته: تبعت باهتمام الكلمات القيمة التي أدليتم بها حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل أفضل للإنسانية. وتابع الرئيس السيسي: الحديث عن المستقبل يدفعني للإشارة إلى الآمال العريضة المعلقة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، إلا أنه لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها ينبغي العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجي محركاً إضافياً لانعدام المساواة. امبارح تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وده في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت المرحلة عرض للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي أعقبها المرور على مناطق التدريب للوحدات، حيث تم استعراض إجراءات التدريب التكتيكي لمراحل المشروع المختلفة، وحضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة. يمكن امبارح كمان كان في مجموعة من الأخبار المتعلقة بالمحافظات اللي أهمها ما حدث في محافظة الشرقية، لأن تم دخول مشروعات طرق ومحاور مرورية للخدمة بتكلفة وصلت لمليار و603 مليون جنيه. وفي محافظة الغربية أيضا تم تنظيم فعاليات الحوار المجتمعي تحت شعار بناء الوعي والسلم المجتمعي. خلينا كمان نروح دلوقتي للدقهلية اللي تم افتتاح عدد من المدارس بمركز أجا بتكلفة 26 مليون جنيه، وفي اسكندرية أيضا تم إطلاق مبادرة أنت الحياة ببرج العرب. تفاصيل وأخبار أكتر من المحافظات هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بمركزي الزقازيق وأولاد صقر بتكلفة مليار و603 مليون جنيه، وده لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030. في الغربية تم تنظيم فعاليات الحوار المجتمعي تحت شعار بناء الوعي والسلم المجتمعي اللي بينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع محافظة الغربية بالمسرح الثقافي بطنطا.
في الدقهلية افتتحت المحافظة عدد من المدارس بمركز ومدينة أجا بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيه. تم افتتاح مدرسة شبراويش الثانوية على مساحة 2500 متر مربع ومكونة من 15 فصل تعليمي بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ومدرسة أجا الإعدادية بنات على مساحة 2500 متر مربع ومكونة من 24 فصل تعليمي بتكلفة 8.5 مليون جنيه، ومدرسة الإعدادية بنين على مساحة 2500 متر مربع ومكونة من 11 فصل تعليمي بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ومدرسة بقطارس الجديدة بقرية بقطارس على مساحة 300 متر مربع ومكونة من 18 فصل بتكلفة 8.5 مليون جنيه. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 133 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، وبتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم بتسهيل إجراءات الوصول مع تجديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. في المنيا شهدت قرية دلجة تبع المركز ديرمواس تطوير بيت الثقافة ليكون منارة ثقافية مجانية لأبناء القرية في ظل حياة كريمة والمشروعات الأخرى اللي بتجري داخل القرية بمختلف القطاعات. في جنوب سيناء أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم الاتفاق مع المحافظة على منح كافة المنشآت السياحية في جنوب سيناء أسبوعين لتوفيق أوضاع جميع الفنادق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء ودفع المستحقات المتأخرة. في الإسكندرية شهدت المحافظة إطلاق مبادرة أنت الحياة بمركز ومدينة برج العرب القديم، واللي هتستمر لحد يوم 15 سبتمبر الجاري، وبتستهدف تنمية وتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، وبتشمل قوافل طبية في مختلف التخصصات وورش عمل حرفية، بالإضافة لتقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي والأسري وتشخيص المشكلات السلوكية والنفسية. في أسوان نظمت مديرية الشباب والرياضة ماراثون رياضي للجري بعنوان صيف شبابنا 2023 بممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وشارك فيه 200 طفل في المرحلة العمرية من 8 ل 15 سنة، واختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفائزين بمركز شباب إدفو. في مطروح تم الإعلان عن تنفيذ 90 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وده في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.